إخواني وأخواتي، لا نزال نعيش في ذكرى صاحب الذكرى صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته وتشريفاته وتمجيداته عليه إلى أبد الآبدين، ولكن أنفارا من الناس هنا وهناك يأبون إلا ألا تكون له ذكرى. كيف؟ هل يمكن إعدام شخص توفي وانتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى؟ بمعنى ما وهو أقرب إلى المجاز، يمكن إعدام شخص ليس فقط أدبيا أو معنويا، ماديا، بعد أن يكون انتقل إلى العالم الآخر بزهاء 1400 سنة. والمقصود بالشخص هنا المكرم عليه الصلاة وأفضل السلام. لا تزال طبعا تستمر وتتوالى حملات الإعدام، محاولة الإعدام طبعا الأدبي والمعنوي للنبي الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه. لكن من زهاء 50 سنة، في بداية عقد الثمانينيات، يعني 1971 فما فوق، هذا اسمه عقد الثمانينيات طبعا مش السبعينيات، منذ بداية عقد الثمانينيات ومع صعود نجم الاستشراق الجديد وخاصة مدرسة المراجعين أو المنقحين ريفيجنست، هؤلاء المنقحين الذين أبوا إلا أن يشككوا في الوجود المادي لأصول الإسلام، أرادوا أن يقلقلوا وأن يهزوا أصول الإسلام. وكان منهم ولا يزال طبعا من يصر على أن محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه كشخصية تاريخية أسطورة، لم يعد شخصية تاريخية. محمد لم يخلق، محمد لم يوجد، ابتدعته المخيلة العربية الأموية بعد زهاء 60 إلى 70 سنة من التاريخ المفترض له. 570 ورد عليه الصلاة وأفضل السلام، وانتقل إلى رحمة الله 632، عام 632 للميلاد، هكذا تقول الهيستوغرافيا الإسلامية. لكنهم يقولون هذا غير صحيح، بل هذا الشخص لم يوجد أصلا تماما. أرادوا أن يطبقوا نفس الفكرة ونفس يعني النتيجة، أن يخلصوا إلى النتيجة ذاتها التي خلصوا إليها مع السيد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام، خاصة مع دراسات ما يعرف بالنقد الأعلى أو الهاي كريتيك، التي بدأت من أكثر من 200 سنة وانتهت إلى أن الوجود التاريخي للمسيح غير ثابت غير مبرهن، بل هو أقرب إلى أن يكون مث خرافة أو أسطورة. المسيح لم يوجد. إلى وقت قريب كان أكثر المستشرقين وأكثر المؤرخين الغربيين يعتقدون بالعكس تماما، وكانوا يصادقون، حتى أني قرأت لبرنارد لويس في أكثر من عمل له اقتباسه لمقولة إرنست رينان من القرن 19، حين قال في كتابه تاريخ الإسلام في بلاد الشام بالفرنسية، قال: على خلاف أو على عكس مؤسسي الديانات الكبرى، على خلاف مؤسسي الديانات الكبرى، فإن محمداً ولد في ضوء التاريخ الكامل، يعني في ضوء أو في الضوء الكامل للتاريخ. يعني محمد يتميز بصدقية تاريخية historical credibility مطلقة أو تامة. وهذه العبارة اقتبستها الموسوعة البريطانية، أشهر موسوعة على وجه الأرض، في إحدى طبعاتها السابقة، أن محمداً ولد في الضوء الكامل للتاريخ، was born in the full light of history، هكذا كانوا يقولون. غوستاف لوبون مؤسس علم نفس الجماهير والمؤرخ أيضا الشهير للحضارات والأديان والمعتقدات، في كتابه حياة العقائد أو حياة المعتقدات، قال: بين أيدينا تفاصيل وافية بمحمد رسول العرب أو الإسلام، تفاصيل وافية. وعلى العكس يقول من حالة المسيح الذي لا يوجد أي إثبات تاريخي حول شخصيته، حول تاريخيته، باستثناء الأناجيل، ولا يمكن لك أن تعود منها بطائل إذا عدت إليها في هذا الباب. هذا غوستاف لوبون. ذهب إلى رأي قريب جدا منه المؤرخ الإنجليزي الكبير أرنولد توينبي، أن المسيح قضية مشكوك فيها، في حين أن محمد ولد فعلا في الضوء الكامل للتاريخ. هذا تقريبا الآن عند هؤلاء، عند هؤلاء الموتورين المغرضين، أصبح إيه؟ أصبح من الماضي. محمد لم يعد له وجود،
يراد إعدام محمد مادياً أيها الإخوة. لم يوجد أصلاً، لم يخلق أصلاً حتى يرتاحوا، فهل يتم لهم ذلك؟ وللأسف كثير، بل طبعاً كل ملحد عربي للأسف كثير جداً من ملاحدة العرب، وأيضاً غير الملاحدة العرب المسلمين بالاسم والهوية يتابعون هؤلاء على هذا الهراء. هذا ليس حقائق علمية وليس حقائق تاريخية، هذا هراء أنسس، هذا هراء علمي، هرطقة علمية لا يمكن أن تكون مقبولة. خطبة اليوم دليل على أن هذا هراء وهرطقة علمية، لأن هؤلاء يطيرون فرحين كأنهم أتوا بما لم يدر به أحد من العالمين، كأنهم كشفوا الغطاء والستر، كشفوا سر الإسلام الدفين، محمدكم لم يخلق أصلاً كالمسيح هكذا. طبعاً نحن نؤمن بوجود المسيح التاريخي استناداً إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم، وليقول ما شاء. القرآن أنقذ المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام، أنقذ الصدقية التاريخية للمسيح في نظر كل أتباع القرآن، في نظر، هذه خدمة جليلة يؤديها القرآن مجدداً أيضاً للديانة المسيحية، كما قدم خدمات كثيرة وخاصة فيما يتعلق بشخصية السيدة مريم، وسأفرد لهذا خطبة إن شاء الله لعلها تكون قريبة. على كل حال، وكذلك طبعا نحن نوقن ونجزم بالوجود التاريخي لمحمد، والأدلة كثيرة جدا على ذلك، الأدلة كثيرة جدا على ذلك. على كل حال، من أراد أن يعود إلى كتاب أتى بكثير من هذه الأدلة في مكان واحد فهو كتاب المستشرق الإنجليزي روبرت هويلاند، كتاب اسمه رؤية الإسلام كما رآه الآخرون، Seeing Islam as others saw it، رؤية الإسلام كما رآه الآخرون. كتاب يقع في زهاء 900 صفحة، 97 طبع هذا الكتاب، كتاب مهم جدا. يعني بعض كبار المستشرقين خاصة الأمريكان حين رجعوا هذا الكتاب قالوا عمل متزن، عمل علمي نزيه قوي جدا، معقد أيضا، مركب، ليس بسيطا طفوليا، بخلاف أعمال بعض التنقيحيين أو المراجعين الذين شككوا في الأصول التاريخية للإسلام ونبي الإسلام والقرآن، نعتت بأنها أعمال أشبه بأن تكون إثارية أو صبيانية، ليست أعمالاً علمية محترمة. مثل هذا العمل، هذا العمل لرؤية الإسلام كما رآه الآخرون لهويلاند الذي كان أستاذاً للتاريخ طبعاً في جامعة أكسفورد، والآن وربما يعني من قبل طبعاً هو أستاذ لتاريخ الشرق الأوسط في معهد نيويورك لدراسات العالم القديم، العالم القديم. هذا الكتاب أيها الإخوة كما قلت يقع في زهاء 900 صفحة، أتى بنقول من التراثات السريانية والبيزنطية والقبطية والفارسية والصينية واليهودية والعبرانية والأرمينية، شيء عجيب واسع جدا جدا في السرفية الذي قام به، أو المسح، أتى بمسح غير طبيعي، لذلك عنوانه الفرعي مسح سيرفي، يعني مسح وتقويم أو تقييم للكتابات المسيحية، واختصر طبعا في العنوان، المسيحية واليهودية والزردشتية عن الإسلام المبكر، on early Islam يعني. هذا العنوان الفرعي للكتاب، تقريبا احتوى على أكثر من 100 نقل، من 100 اقتباس، اقتباس مطول، زهاء 120 نقلا من كل هذه التراثات، غطت الفترة بين 620، يعني من لحظة هجرة النبي وليس وفاة النبي. قال لك لا، محمد ملوش أي وجود، لم تشر هكذا، وهذا أنا تابعته منذ حوالي 6 سنوات، وفي البداية يعني فعلا أقلقني جدا، هل هذا حقيقي؟ وظللت أتابع، ظللت أتابع الموضوع في أوقات متقطعة بحمد الله هنا وهناك. بس على كل حال يقولون هكذا، هكذا يجزمون الكذبة، الفرية، الإفك المبين. لا يوجد أي إشارة قبل 60 سنة على الأقل من وفاة النبي، بعد 60 سنة وجدت، لأن محمد وخلوقة زعومة أموية ألفها العرب لكي يعني تكون لهم أيديولوجيا معينة يلتئمون عليها كفاتحين يريدون غزو العالم، لكن قبل ذلك قالوا قبل 60 أو 70 سنة على وفاته المزعومة في الهستوريوغرافيا الإسلامية لا توجد أي إشارة إلى شخص اسمه نبي عربي، رسول عربي، محمد، مهمت، مهمود، لا في التراث البيزنطي ولا السرياني ولا القبطي ولا الحبشي ولا الأرميني ولا 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 ولا. هذا شيء مقلق جدا جدا، إذا صدق هذا الكلام فهذا مقلق جدا،
لأنه لا يمكن أن تتحالف كل هذه التراثات على كتم إيه؟ حقيقة تاريخية، كتم وجود شخص وجد في التاريخ، أحببتمه أم كرهتمه لكنه وجد، أليس كذلك؟ هل يمكن؟ فإن صدق هذا فعلاً يصبح الموضوع حرجاً أكثر من إيه؟ من حرج، حرجاً جداً. وين؟ لا يكون فعلاً إيه؟ إذن إيه؟ أزعومة. لكن بحمد الله هذا غير صحيح بالمرة، وهذا جزم بالكذب وجراء على الكذب ومحاولة مستميتة صبيانية ومتعجلة أيها الإخوة لصدم المسلمين، لصدم الشعور الإسلامي، الضمير الإسلامي، أنكم تتبعون إيه؟ وهماً، تتبعون أزعومة. للأسف بقي لدينا ربما إيه؟ أقل من 20 دقيقة، أقل. أريد أن أنفذ إلى موضوعي بسرعة من أقصر طريق. أهم النقول التي وردت في كتاب هويلاند سينج إسلام، أهم النقول على الإطلاق هي التالية، أنا سأكتفي بخمسة منها. أولا، تعاليم يعقوب، Teachings of Jacob، ديداسكاليا يعقوبو بالإغريقية، من التراث إذن الإغريقي البيزنطي عموما، ديداسكاليا يعقوبو هكذا بالإغريقية، تعاليم يعقوب. من هو يعقوب هذا؟ يعقوب شخصية يهودية تلقى العماد، عمد، تحول إلى النصرانية بعد أن أصدر هرقل ملك أو إمبراطور بيزنطة البيزنطي أمراً بتعميد وتنصير كل اليهود، وإلا طبعاً اضطهدوا أو طردوا من المملكة. فكان جيكوب هذا أو يعقوب أحد الذين تلقوا سر العماد، عمد وأصبح نصرانياً أو مسيحياً. جميل. وبعدين تعاليم يعقوب، هذه المخطوطة، هذه الوثيقة المهمة، مؤرخة 634، يعني بعد وفاة النبي بسنتين، لهاش اعتبار سنتين وثلاثة وعشر وعشرين حتى إلى 640، قريبة جدا، أقرب شيء هذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مهمة جدا. طيب، في شكل سردية روائية قصصية تتحدث عن حوار بين يهود قرطاجة أو قرطاجنة بعد أن أصدر هرقل هذا المرسوم الاضطهادي، والحوار الآن يجري بين يعقوب الذي تلقى سر العماد وبين صديق له، وبين صديق له. طيب، هذا الصديق يخبر يعقوب أنه تلقى كتابا من أخيه إبراهيم المقيم بقيسارية في فلسطين، المقيم بقيسارية في فلسطين، يخبره أن نبيا ظهر، أن نبيا ظهر بين الإسماعيليين، بين العرب، محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وأنه يقود الحروب ضد بيزنطة التي تنصرهم وتضطهدهم، وأنهم في معركة قريبة 634 وقعت، وأنهم في معركة قريبة سنة 634، والكلام كان في آب، هذا الحوار في آب 634 العام نفسه، أنهم أوقعوا هزيمة مدوية بالجيوش البيزنطية وصلت إلى قتلهم لقائد الجيش وهو الحارس الملكي سيرجيوس، ذكره بالاسم، وأن اليهود فرحون جداً بهذه الأحداث وبهذه المجاريات العجيبة الصادمة. إذا الكلام عن مين؟ عن الإسلام وعن معارك وعن رسول الله، وفي وقت غريب جداً جداً جداً. إذن كيف يقال ما في أدنى إشارة والتراثات كلها خالية؟ محاولات مستميتة بائسة وتعيسة، والحمد لله هذا لم نكتبه نحن ولم نكتشف نحن عن هذه، لم نكشف نحن عن هذه المخطوطات وعن هذه الوثائق التاريخية، هم الذين فعلوا، هم الذين فعلوا، منهم أخذنا. إذن هذا موضوع تعاليم يعقوب. أيضا مقالة القس توما، مقالة مشهورة اسمها مقالة القس توما، أيضا مؤرخة 640، قريبة جدا، 8 سنوات على وفاة الرسول، مش 70 سنة، 8 سنوات على وفاة الرسول، تؤرخ للحادثة نفسها، الحروب التي قامت بين العرب مع نبيهم، طبعا يقال العرب، يقال إسماعيليون، يقال السراسنة، يقال أيضا السراسنة، الوصف القدحي التبخيسي الذي انتشر كثيرا في العصور الوسطى لكي يدمغ به المسلمون والعرب، دائما يقول السراسنة، وأصبحت تساوي يعني همجا وقتل، همجا وقتل على كل حال. فتؤرخ الحدث نفسه ولكن بدقة أكبر، تذكر تفاصيل أكثر مقالة القس توما، وتذكر أن محمد العرب، نبي العرب أو عرب محمد عفوا عشان أكون دقيقين، لماذا؟ لأن هذه المقالة بالذات
لم تذكر أن النبي كان في الجيش. ليش بحكي الكلام هذا؟ لأنه الآن في بعض الشخصيات العربية، مش حول أكثر من هذا، التي تزعم البحث والدراسة وألفوا كتباً وطاروا بها الآن في المنتديات وفي التلفزيونات وفي اليوتيوبات، تزعم أن إيه؟ أن مقالة القسطومة ذكرت أن النبي كان يقود هذه المعركة. كذب، هذا كذب. كل المصادر الأجنبية التي تحدث عن هذه الوثيقة لم تذكر هذا، بل بالعكس، أنا قرأت لمعلقين فرنسيين وغير فرنسيين يذكرون أن مقالة القسطومة تخلو من أي إشارة إلى وجود محمد بين ظهراني هذا الجيش في تلك المعركة. معركة وقعت في فلسطين شرقي غزة ب13 ميلا بين البيزنطيين وعرب محمد، وعرب محمد. وهذا إيه 640، غريب جدا جدا، ومذكور محمد بالاسم وينسب إليه العرب، ينسب إليه، أصبحوا أمته هو. ماذا نريد؟ هو إشارة واحدة من هذا، موثق، انتهى كل شيء، خلاص كافي إذن. ولكن إشارات كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا أمر لا يقل أهمية عن هذه الإشارات المتقدمة، تستمد أهميتها من تقدمها التاريخ 634 40 و640، الآن من 660، يعني أقل من 30 سنة، أقل من 30، 28 سنة، 28 سنة تاريخ هرقل الذي عرف هكذا، وهو المؤرخ الأرميني الشهير سيبياس. المؤرخ سيبياس الأرميني وضع كتاباً أيها الأخوة في التاريخ، ترجم من حوالي ربما 40 سنة مش أكثر إلى الإنجليزية، وسمي تاريخ هرقل لأنه كتب هذا التاريخ دون أن يعطيه تايتل أو عنواناً، بغير عنوان، untitled يعني، هذا كان الكتاب. على كل حال مهم جداً، لماذا؟ لأنه يعود إلى 660، قريب جداً من ماذا؟ من وفاة رسول الله، في نفس الدائرة التاريخية الضيقة جداً. للأسف أنا قرأت قبل حوالي 5-6 سنوات لمستشرقين غربيين قال لك تاريخ سيبياس يخلو تماماً من أي إشارة إلى محمد. كذب، كذب وقاح، شيء عجيب كما قلت لكم. يعني يبدو أن بعض الناس، وربما بعضهم لا يتعمد الكذب، ولكن عنده رغبة جامحة، نزوة طاغية ألا يثبت الوجود التاريخي لمحمد. وتلاقيه مر على إيه؟ على سيبياس مرور الكرام فلم يجد، فقال لك أنا قرأته يخلو. لا لا يخلو، بالعكس، كل المؤرخين وهويلاند منهم قال لك أبدا، فيه فقرة واضحة، أكثر من واضحة وأكثر من ثمينة، تؤكد الصدقية التاريخية لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. يتحدث في هذه الفقرة سيبياس عن كيف لجأ اليهود بعد الاضطهاد البيزنطي لهم من هرقل أيضا، كيف اضطروا إلى أن يلجأوا، يعني هذول اليهود غير حتى يهود الجزيرة الذين لجأوا من قرون سابقة، لجأوا إلى الإسماعيليين، إلى العرب، وأفهموهم أننا ذو قربى، أن وشيجة كبيرة تجمعنا كما يدل الكتاب المقدس. يقول سيبياس: ولكن يبدو أنهم قادة اليهود لم يفلحوا في إقناع عامة الأمة، أي اليهودية، بهذه الطريقة، أنه في قرابة فعلا بيننا وبين هؤلاء الإسماعيليين، وأنه ينمينا نسب واحد إلى إبراهيم الخليل أبي التوحيد. ليه؟ قال لأن عباداتهم مختلفة جدا، وهذا ينطبق على ماذا؟ على العرب الوثنيين المشركين عباد الأوثان، واليهود موحدون في الجملة. على كل حال، ثم يستطرق سيبياس فيقول: وهكذا ظهر رجل جاد، رجل جاد غير هازل، لا يلعب، هكذا يصفوه سيبياس، يعني رجل جاد كان يعمل تاجرا بين ظهراني العرب، وعرض نفسه كأنه مرسل من عند الله، مأمور بهدايتهم والتبشير، يعني الدعوة، preaching، هكذا يقول، مأمور بهدايتهم والتبشير بينهم. قال: ولما اقتنعوا بفكرته التأموا تحت حكمه، يعني وحدهم، وأتاهم بشرع موحد أيضا، أتاهم بشرع موحد، واضح جدا. وعلى فكرة ذكره بالاسم مهمت، قال رجل جاد اسمه مهمت محمد، هكذا بالأرمينية. سيبياس 660، فقرة بكنوز الدنيا بفضل الله، محمد التاريخي صادق 100%، لا يمكن إنكاره. على كل حال، قال: ومما جاء في شرعه الذي شرعه لهم أن حرم عليهم أكل الميتة وشرب الخمر، كما حرم عليهم الزنا والكذب، ولعله يعني الزور. على كل حال، هذا ما ذكره سيبياس، وهو كلام دقيق وموافق للحقائق، موافق للحقائق.
ولذلك أنا رأيت أن كبار التنقيحيين مثل باتريشا كروني الدنماركية، وهي تلميذة وانس برو المشهور بدراساته الذي دشن ربما الدراسات التنقيحية أو المراجعاتية، وانس برو تلميذته باتريشا كرون التي عرفت بكتابها تحدث عنه مرة هنا قبل سنتين ربما تجارة مكة وظهور الإسلام، هي تعتقد وصرحت بهذا أن الوجود التاريخي لمحمد ثابت لا يمكن تشكك فيه. قد إشارات كثيرة يا لم تشكك في الوجود التاريخي، شككت في موضوعات أخرى، مهد الإسلام وين؟ مش مكة، عندها مش مكة، مكان آخر تحدثنا عن هذا، لكن هي مؤمنة بالوجود التاريخي لمحمد بغض النظر عن رأيها إيه في مسائل أخرى وفي شخصية محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. مايكل كوك تلميذها أيضا تلميذها يؤكد هذا تماما، قال الدلائل التاريخية على وجود محمد أكثر وأقوى من أن تنكر، وهذا من التنقيحيين اللي عندهم هذا الاتجاه التشكيكي في أصول الإسلام جملة، لكن قضية الوجود التاريخي لمحمد بالذات الصدقية التاريخية أمر أصعب من أن يشكك فيه. إذن فليستفق هؤلاء من أحلام يقظتهم أو أحلام كوابيسهم حين يزعمون أن قضية محمد التاريخية غير مثبتة وأنه آن للمسلمين المساكين المستغفرين أن يستيقظوا لأنهم يتبعون وهما وأسطورة. لم يتم هذا ولن يتم على مدى الدهر بإذن الله تبارك وتعالى.